Keep calm and carry on. Keep calm and carry on. Keep calm and carry on. اهدى ثم انطلق. اليوم شتلقوا مع بعضنا في موضوع جديد اللي هو كيفاش الواحد منا يتكون عنده الضغط النفسي المرضي اللي نعبروا عليه بالمصطلح الفرنسي لو ستريس انتونس. وقت اللي الشخص وخاصة في طفولته يعيش وضعيات مؤلمة وما يلقاش في المحيط متاعه الدعم الكافي اللي يخفف عليه الألم من الأشخاص اللي متعلق بهم، نحكيه على اللي في بيوضة تشمو، يقع تخزين التجارب الأليمة هذه في ذاكرته الضمنية، يعني نحكيه على الميموار أمبليسيت، وترتبط عنده الوحدة بالإجهاد الشديد اللي هو الستريس انتونس، وحتى إنه يحسها تهديد لسلامته كأنه تهديد بالموت. يمكن برشا انه تظهر حالة التوتر هذه مرة اخرى في وضعيات العزلة ومن غير ما يكون الشخص ذاكرة واعية بها، هذا اللي يفسر الشعور بالضيق العميق اللي مرتبط بالوحدة عند برشا ناس واللي يلقاو رواحهم يحسوا بضيق وقلق دون ما ينجموا يفهموا ولا يحدوا شنو سبب متاع الانفعالات السلبية هذه. وبهكا نخليكم مع موجة الحياة فهم موجة الإيجابية للصحة النفسية. Keep calm and carry on. Keep calm and carry on.